اتكلمنا عن مشكلتك في انجلترا مع توتنهام، وقلت برضو ان ليها كواليس وليها تراكمات هي اللي ادت للقصه دي. لا عايز ارجع بقى بيك، لو رجع بيك الزمن وانت موجود في انجلترا وكنت مأدي بشكل كويس قوي والناس كانت مبسوطه بيك جدا، انا افتكر ساعتها انا كنت في النمسا كنت ببقى فخور جدا بيك، خصوصا ان ساعات بيبقى الماتشات متذاعه للفريق وانا ببقى قاعد معاهم، كانوا يعني ببقى فخور ان انت مصري موجود في المكانه دي. بجد والله مش اي كلام يعني. حاسس لو رجع بيك الزمن ندمان على اللي انت عملته؟ يعني كان ممكن التراكمات دي تقللها شويه او تكبر دماغك منها شويه؟ انا مش عارف والله كنت عامل كده ولا شيء، بس انا حسيت في الفتره دي ان الناس دي بتغدر بيا، كان حاله كده مش طبيعيه من قبل الموقف. من قبل الموقف تحس لما مدير فني يجي يقول لك انت في عقدك في بند بيقول انك لو لعبت 20 ماتش، مش عارف 30 ماتش او 20 ماتش اساسي تاخد مبلغ كذا يعني. قلت له ايوه، بس انت عرفت ازاي؟ انت مش طبيعي ان المدير الفني يعرف عقدك انت ماضي بكام وانت عامل ايه في عقدك يعني. فقلت له انت عرفت ازاي؟ مين قال لك؟ قال لي دانيال ليفي اللي هو رئيس النادي. فقال لي ما تخلوش يوصل للماتشات دي، عدد الماتشات دي. وكان في اصلا قعد اول ما مضيت في توتنهام كنت جاي من فاينورد وعندي اصابه في بطني على رب بطني. ف مضيت وكان ممكن امضي بفلوس اكتر، فبسالوا لي لا انت لسه مصاب مش عارفين الاصابه دي لغايه امتى وانت تعادك قد ايه، اول ما تلعب وتثبت نفسك وتبقى بشكل رسمي في الفرقه انت هنقعد تاني ونتكلم في موضوع العقد ده. ده اللي حصل يعني. بدات في البري سيزون معاهم يعني كنت بموت نفسي عشان اثبت نفسي في الفرقه. كان في مجموعة لعيبة أسامي كبيرة جدا وكلهم لعيبة دولية في منتخباتهم سواء إنجلترا ولا هولندا وفنلندا، فكان في زحمة حوالي 11 لعيب في نص الملعب بيختار منهم أربعة بس. فكان كان لازم أثبت نفسي بشكل فظيع يعني. فكنت أتمرن جامد جدا، وبعدين أخدت مكان في بداية الموسم بدأت ألعب وبدأت أشارك وببقى مؤثر وبشارك بشكل كويس والعب ماتشات ابقى فيها كويس، هتلاقي الماتش اللي بعديه احتياطي ما بلعبش. مش عايزك تحقق النسبه بالظبط. فكان حاجه غريبه جدا يعني. وجي صرحك يعني، الغريب ان هو جه صرحك بيقول يعني سالني سؤال، انت يعني ما ينفعش مدير فني يعرف ان عقدي فيه ايه؟ هو اللي بيعرف حاجه زي مدير كوره كده، هو المسؤول عن العقود وهو مسؤول عن الحاجات دي كلها. فحسيت ان لا يعني الموضوع فيها حاجه يعني في ان وبعدين راح منزلني وخرجني في نفس الماتش، فما قلت لا الفرقه دي بقى تحس حاسس ان هو كان بيخلي شكلك وحش او عايز يخلي شكلك وحش، ما اعرفش يعني. كان في حاجات كده في الكواليس ما كنتش مرتاح لها يعني. وبعدين راح منزلني ومطلعني في اخر الموسم يعني اخر ماتشين في الموسم تقريبا. فقلت لا خلاص بقى يعني الفرقه دي انا مش هكمل معاها يعني. يعني اول ما جيت كان معامله مش معامله كويسه يعني. موضوع العقد ده اللي نتكلم تاني، وانت ما التزمتش بكلمتك، انت قلت كلمه ما التزمتش بيها. موضوع العقد التاني البند اللي في عقدي اللي انا العب 30 ماتش تقريبا في كل البطولات اخد مبلغ معين، ما وصلتنيش للرقم الماتشات ده. فالحاجات دي كلها خلتني لا اخرج يعني. انت قبل ما تقلع التيشيرت انت واخد قرارك مش هكمل في توتنهام يعني؟ وانا بقى لعبتيش خلاص يعني، انا عملت لهم بعض بتاع كده اللي هو خلاص انا ماشي. بس وكانت وحصل الموضوع ده مع كذا لعيب، بس هي استيل برضو الموضوع انك مسلم عربي اعتقد ان ليه بيأثر بشكل كبير في اوروبا يعني. في حته عنصريه شويه ممكن تخش في الموضوع ده عشان روبي كين اللي نازل مكان دلوقتي عمل نفس الحركه دي بعديها بفتره، نفس الحركه والصحافه كتبت عليها، لكن كمل وعادي اكمل في الفرقه عادي وبتاع. انت شايف ان العنصريه ممكن يكون ليها دور في النهايه؟ اعتقد ان اللي رجعني شكل يعني كوني عربي مسلم برضو دي ممكن تكون فيها حاجه كبيره يعني. طيب اطلعك